مثل كل فترة عم يكون لنا مساحة طبية، فرح مساحتنا الطبية لليوم خاصة بالمرأة. أكيد رح نسلط فيها الضوء على موضوع الشعرانية، شو أسبابها، شو تأثيرات الصيف وارتفاع درجات الحرارة، التحاليل المطلوبة وطرق العلاج. أسئلة رح يجاوبنا عنا ضيفنا المميز الدكتور أكرم الأحمر، اختصاصي بأمراض النساء والولادة وأيضا العقم. يسعد صباحك يا دكتور. يا صباح الفل سيدتي، هلا سهلي. صباح الخير دكتور. يا صباح النور فرح. يعني اليوم اخترنا موضوع بيعانوا منه السيدات وهو موضوع جدا مزعج. قبل ما نفوت بالتفاصيل خلينا نعرف شوي شو هي الشعرانية. هلا نحن كل كائن بشري سواء كان شاب ولا بنت، والبنت اذا كانت أم يعني بس بنت ولا سيده، في بشكل طبيعي مقدار من الشعرانيه. انا ما عم بحكي عن شعر الراس بالمناسبه، الشعرانيه بالجسم. بالعكس بدون شعر الراس اكثر. طبعا هذا المطلوب. فالشعر في مقدار معين من الشعر موجود ببعض الاماكن، هذا المقدار المعين من الشعر وبمواصفات معينه مرتبط بشكل اساسي بالعامل المورثي لها، بالعرق، باللون، بالمكان الجغرافي الموجود على الأنثى على الكرة الأرضية، لأنه نلاقي اختلاف كتير كبير بين الأعراق والأجناس المختلفة، أوكي؟ وبلون البشرة. فهو في مقدار طبيعي من الأشعار بمواصفات معينة. هلا لما بصير بقى في عنا اختلاف بأحد الشغلتين أو بكليهما معا، يعني بمعنى أنه صار في عنا اختلاف بمواصفات الشعرة من حيث قوامة، اصطباغة باللون للشعرة، كثافتها، توزع الكثافة تبعها، سرعة نموها، هي من جهة. أو من جهة تانية إذا صار في عنا شيء تاني اسمه تظهر الشعرة غير مألوفة بالنسبة لهالأنثى بشكل خاص وغير مألوفة بالنسبة للأنثى بشكل عام، هون دخلنا وقتها بشيء اسمه الشعرانية من ناحية انه شو تعريفها للشعرانية. فلذلك هي فعلا مثل ما حكيتوا بالمقدمة الجميلة واختياركم كثير مهم، لانه هلا بتزيد الشكاوى منا بالصيف. بمعنى كيف اذا بدي اوضحها سيدتي بشغلة مهمة، انه اذا كان في عنا هلا اي بنت او مش شايفينها قدامنا انه في عنا شوية شعر هون ظل خفيف، اوكي هيك جسمها متعود عليه وبنعرف انه هذا طبيعي بالنسبة لها، ما في مشاكل عندها. طيب بس بنشوف بالصيف خاصة لما بتكون درجة الحرارة كتير كتير طالعة بالعالي، بصير عنا سرعة بنمو الأشعار، قد تظهر أشعار ببعض الأماكن غير المألوفة إلها. بقول لدرجة ما من إلا أنت ما عندك مرض اسمه الشعرانية يلي هو مرتبط بسوء وظيفة المبيض. هلأ بنوضحها، بنقول أنت عندك هبة طالعة من ازدياد درجة الحرارة بشكل كتير كبير. نعم، يمكن ارتفاع درجات الحرارة هو حتى للأشخاص العاديين ممكن بيسرع ظهور الشعر عندهم دكتور. نعم. مثل ما منعرف أنه بكل جسم في هرمونات ذكرية وهرمونات أنثوية. تماما. وأيضا يمكن إذا ارتفع نسبة هرمون معين بالجسم فممكن يؤدي لتخربطات وأيضا ظهور الأشعار. يمكن الهرمونات الذكرية لها تأثير؟ هلأ سؤالك جدا مهم، حطينا إيدنا على الجرح تماما. هلا خليني اقول نحن مثل اي انثى موجوده قدامنا فيها 100 جرام هرمونات. هي كونها انثى رح يكونوا 70 جرام هرمونات مؤنثه و30 جرام هرمونات مذكره. اي صبي نشوفه او رجل قدامنا بده يكون العكس. طيب هلا اوقات ببعض حالات الشعرانيه بنشوف في عنا اختلاف بسيط، بدل ما يكونوا 70 ب30 مثل ما قلنا، مثال رقم بيكون مثلا 69 ب31. بس انه اوقات هالفرق هذا البسيط قد يلعب دور كبير، وببعض الأحيان فرق أكبر منه ما بيلعب دور. هذا بيرجعنا لشغلة مهمة، أنه في عنا شيء نحن اسمه الهرمون لما بده يشتغل بالجسم عنده الأنسجة المستهدفة، يعني هو بده يروح على هدفه مشان يقدر يمارس عمله، يعطي أوامر، لأنه هي الهرمونات بالنهاية بتبسيط شديد هي عبارة عن أوامر. فهون نلاقي في عنا عوامل مختلفة قد تضبط القصة. بمعنى جريب الشعر مدى حساسيته للهرمون المؤنث أو الهرمون المذكر، أيام الدورة الشهرية وارتباطها بالهرمونات. هون طلعنا سالي من قصة أنه قديش الهرمون المذكر بده يكون عالي أو قديش ممكن يكون فارق شيء بسيط عن الحد الطبيعي. فلذلك هون منلاقي في عنا عوامل مختلفة نحنا بتلعب دور. طيب هلا بجي نقول نحنا واحدة أنه في عنده شوية overweight، شوية زيادة وزن، طيب ليش منلاقي عنده شعرانية أكتر من اختها يلي مثلا منها ونفس العرق ونفس العائله يلي هي ضمن الوزن الطبيعي لها؟ بنقول السبب نحن هون انه
عم تزيد حساسية البصري إلى الهرمون المذكر عندي اللي عنده أوفر ويت. بالإضافة للشغلة مهمة كتير أنه عندنا النسيج الشحمي الزايد هو خط إنتاج إضافي للهرمون المذكر غير مرغوب به. بمعنى الهرمون الشحم الزايد ببلش يحول هالواحد تبع الهرمونات المؤنثة بلش يحولها شوي باتجاه الهرمونات المذكرة. بصير عنا شوي تعنيد بالمقاومة على الأنسولين، وبالتالي هي يؤدي بآلية معقدة جدا ما رح نقدر نشرحها هلأ. يؤدي بآلية معقدة كتير كتير أنه تبلش تصير بصلة الشعرة مقاومة للهرمون المؤنث وحساسة أكثر للهرمون المذكر. هون بنرجع لسؤالك وقتها أنه هي ليس بالضرورة أن يكون في ارتفاع كتير كبير بمقدار الهرمون المذكر لتظهر قصة الشعرانية. نعم سيدتي. دكتور، يعني دائما عم بنقول انه الشعر الزايد يلي الانثى ما انا متعودة عليه بجسمه، واللي هي اكيد حافظة قدية يمكن تفاصيل الجسد. تماما حافظة درسها تماما على جسمه. أيوة يعني تماماً. دكتور، مو بس فينا نقول الوزن الزايد، اوقات مشاكل المبيض بنسمع دائما انه بتروح لعند الدكتور ليش في شعر زايد بيعملي لي تحاليل او هي القصة. قد ايه فعلا مشاكل المبيض كمان هي بتأثر على هذا الشيء؟ فيني اتشكرك سالي كثير على هالسؤال، لسبب انه نحن مثل ما قلنا انه الارتباط بالمبيضين. طيب اوكي، كيف يعني الارتباط بالمبيضين؟ المبيضين لهم وظائف. لما بيصير في عندنا خلل بوظيفه المبيضين، هالخلل يتظاهر باحد شغله، باحد قصتين، يعني اما PCO بوليسيستيك اوفري سيندروم، مبيض متعدد الاكياس، او الهيرزيوتيزم الشعرانيه. نعم. اوكي، فاذا لما نرجع بقى صار في عندنا خلل بوظيفه المبيض. اذا بدي ارجع لمقدمتكم اللي قلتوها انه بالصيف بتزيد الشكوى، بتزيد الشكوى هون مو لنتيجه خلل بوظيفه المبيض مثل ما سالتيني سالي السؤال المهم، نتيجه انه في عندنا فرط افراز دهني زاد به الفترة الشوب. هالفرط الإفراز الدهني عم يأثر بحقرب الغدة الدهنية جنب بصلة الشعرة. نعم. الحرارة العالية، معدل الاستقلاب العالي عم يخلي إنه يصير في فورة بنمو بظهور الأشعار، سواء من حيث سرعة النمو ولا مواصفاتها للشعرة. أما ارتباطها بوظيفة المبيض، ارتباط قد يكون صميمي بنسبة حوالي 75% يلي عندهم PCO مبيض متعدد الأكياس، يلي هو مرتبط عالية جدا عالية جدا، اللي هي مرتبطة PCO مرتبط بخلل وظيفة المبيض وليس مرض بالمبيض. نعم. ليس مرض عضوي بالمبيض. نعم. خلل بوظيفة المبيض. الوجه الآخر لهالخلل هو عم يكون الشعرانية. فلذلك تلاقي جزء من الدراسة سالي وفرح هون بهالحالة أنه نحن بندرس المحور الغدي كاملا. نعم. لأنه المبيضين هن نهاية المحور الغدي، هن مو بس بينجوا بويضات، بيتلقوا هرمونات أوامر. نعم. وبيطلعوا هرمونات أوامر. يمكن فرحة أنا وياكي تحت الهواء بنسأل الدكتور أسئلة كتير كبيرة، وحتى بعض النساء ممكن تتوجه لنا عبر صفحة الإخبارية السورية ببعض الأسئلة. فرح، كان سؤالك كان على الوتر تبع المبيض. تماما، بدقة شديدة كبيرة. دكتور، كنا عم نسألك حتى الأدوية الهرمونية، يمكن كنت عم أسألك من شوي تحت الهواء، قلت لي فيك تسأليني على هذا السؤال. طبعا. فخلينا نحكي عن أدوية الهرمون يلي عم احيانا عم تكون هي تخضع الى الصبية او المرأة كعلاج. هل ادوية هالهرمون مثل ما بيحكوا عنا انه بتسبب اضطراب اكتئاب؟ قلت لي لا، ما في هيك اكتئاب، او بتسبب مثلا تفاح جلدي او اعراض جانبية ممكن تحس فيها الصبية؟ شلون نطمنهم للصبايا؟ لا لكي منطمنهم بالشغلة. اولا خلينا نقول انه الشيء الخطير اللي بيخافوا من الادويه الهرمونيه اللي بتزيد نسبه الكانسر بالثدي واليوتر بالرحم واليوتيرس وهيك، زيد الوزن دكتور. ها طيب. هون فرح وقعنا بقى بالله. هلا اغلبهم قد تؤدي الى زياده بالوزن، زياده بسيطه، وخاصه باحتباس السوائل قبل موعد الدوره الشهريه، او جزء منهم يلي بيعمل اعاده توزع للشحوم وتروح الشحوم اكثر شيء بمنطقه الرديفين والوركه. طيب هلا هون وين بقى بتجي حكمه الطبيب؟ وين بتجي انه هو يعرف تماما، يعرف يختار. هي صح اسمها ادويه هرمونيه، انت سميتيها بالعموم سالي ادويه هرمونيه، طيب، ولكن هي في اختلاف كثير دقيق بعيارات المواد الهرمونيه الداخله فيها. هون بيعود وقتها انتباه الطبيب انه والمريضه، تجاوب المريضة انه يختار انسب
دواء هرموني لها الصبية أو لها السيدة، من حيث قلة الأعراض الجانبية والفائدة العظمى يلي يعني بتمنوها ياخدوها من هي القصة. إذا من ناحية المخاطر الكبرى إنه لا ما تخافوا، ما دام أنتوا عم تعملوا فولو أب متابعة على طول إنه خلص نو واي ما تخافوا من القصة. من ناحية الأعراض الجانبية برجع لسؤالك بقى، طيب منقول يعمل اكتئاب، نادرة ما تكون بعض الأدوية تعمل اكتئاب شديد وضطر نوقف الدواء، إنما تعمل شوي اضطراب مزاج ايه ممكن تلاقي واحدة قايمة اليوم معكرة، لو مود مزاج منخفض اوكي فينا نتفهمها انه هي هلأ، ولكن غالبيتهم بعد اول كم حبة ممكن تتراجع شوي حدة الاعراض، هي الاثار الجانبية عفوا تتراجع حدتها، وممكن مثلا بعد اول شهر شهرين يتعود الجسم عليها. فلذلك نادرا ما نضطر، كثير بالاوقات نضطر نغير المادة الدوائية او الصنف الدوائي، ولكن نادرا ما انه ناخذ قرار انه لا يجوز انه نوقف نهائيا. والحالات هي ثلاث ارباعها بيكون هي نتيجة ترقب سلفي، يعني ترقب مسبق انه انا اذا اخذت هذا الدواء رح يصير معي كركبة مزاج ورح اكتئب ورح اضيع بكي ورح اقتل خطيبي بالشارع. ونسمعها كثير، لا ونسمعها كثير نحن وبنشوفها كثير هي القصص. تمام. فلذلك انه الادويه الهرمونيه الحقيقه ساحره بهي القصه، ولكن نقطه ثانيه مهمه هيك بسيطه، تفهم الطبيب لهواجس مريضته يعطيها 3-4 دقائق زياده ياخذ ويعطي معها كثير بتخفف من هيك هالترقب المسبق أكيد اللي صار. دائما دكتور نحن بنقول انه الطبيب هو بيلعب يمكن دور كثير كبير بصحه تماماً. المريضه بتشجيعها بدعمها انه لا انت حتكوني منيحه، هي فتره مؤقته للعلاج. وهذا للاسف بعض الدكاتره بيفتقدوا له هي الحاله النفسيه والدعم للمريضه. ضغوط كثيره. نعم تماما. نعم. اليوم دكتور خلينا نحكي عن رحله العلاج قد ايه بتستمر، هي المشكله المزعجه كثير للسيدات قد ايه ممكن تعطيهم وقت، حد أقصى وحد أدنى حسب نوع السبب يلي سبب الشعرانية. أولا أنا مستمتع كتير بالرحلة معكم بقناة الإخبارية وبهاللقاء كتير معكم، برجع لرحلة يا رب برجع لرحلة العلاج تبعيتك فرح اللي عم تسأليني عنها. أولا خلينا نقول سرف، ما في علاج لموضوع الشعرانية بيستمر على الأقل 9 شهور، لازم 9 شهور على الأقل. ولكن ممكن نبدأ بأول شهر شهرين بجرعات هجومية عالية كتير. أوكي ما في مشكلة فيها. هون التعاون بين دكتور النسائي ودكتور الجلدية كمان جدا مفيد ومهم، وببعض الحالات مع دكتور الغدد بيعطينا نتائج إيجابية رائعة كتير. بعدين ممكن نخفف الجرعات. بالمناسبة مو كل علاج للشعرانية هو علاج هرموني بالضرورة. في عنا كتير خيارات حسب الحالة أدوية. تماما عندنا كثير خيارات ادويه نون هرمونال غير هرمونيه، اثارها الجانبيه قد تكون اقل، مخاوف منها قد تكون اقل بكثير، وبتعطي نتيجه عاليه جدا. اذا عندنا رحله علاج طويله بنقول لهم بدها صبر، وليس لانه هون برجع بنقول نحن ما عم نحكي عن مرض، عن كتله، عن دعبوله، عن شغله بنعمل عمليه بنشيلها من كبه. لا نحن عم نحاول نصحح خلل وظيفي صار له مزمن فترة طويلة، وبالتالي علاجه يكون مزمن بهالمعنى انه يلي بياخذ 9 شهور لغاية حوالي سنة ونص. هلا حكينا كلمة بالمقدمة قبل شوي انه نحن بنقول عن شعر الراس بدنا العكس يطلع بقوة اكبر، قد يترافق وقتها هون سواء البي سي او مبيض متعدد الاكياس ولا الهيرزيوتيزم الشعرانية يلي هن قلنا وجهين لسوء وظيفة المبيض، بأغلب الحالات تترافق بتساقط لشعر الرأس. تمام. هلأ تساقط شعر الرأس متى ما صححنا الخلال بيرجع لحاله بيرجع بيشد. إلا في بعض حالات لتساقط شعر الرأس يلي بيكون ما في لا بي سي او ولا في شيء ولا أي سبب تاني، ولكن بتقلك البنت أو الست دكتور إنه بلش يفضى رأسي. نحن بصير في عنا هون دورات تزامن، كيف إنه بالعادة بيطلع شعره بتهر شعرها بيطلع شعرها تاني جنبها فبتكون عوضت نوعا ما. هلأ أوقات بصير في عنا تزامن بدورات سقوط الأشعار، وبنفس الوقت في تزامن دورات الهمود، لأنه كل شعرة إلى مرحلة طور نمو وبعدين طور همود، فبصير تزامن بتساقط بسقط كتير، وبالهمود بتلاقي هامد أكتر. نقول لهم اطمنوا هي ممكن تأخذ ماكسيموم لغاية 6-8 أشهر فقط، وبيرجع الشعر تفترق الدورات التزامن عن بعضها وبيرجع الشعر بيعبي حاله. بعض التغذية جدا هامة، ونقطة هامة كتير
وهذا يعني كثير كثير بدقي عليه انه كثير زقاتي على الحاله النفسيه السلي. طبعا بيلعب دور كثير كبير. التوتر بيلعب دور كثير كبير بسقوط شعر الراس وبظهور الشعرانيه بقى بالجسم. فلذلك بنقول لهم روقوا، انتوا بنات سوريا بنات حلوين، انتوا ترتيبكم الجمال الثالث على العالم، روقوا على حالكم. ده حلو هذا الحديث. اي طبعا ده بيعطي طاقه ومعنويات. لا وهي مو احصائيتنا نحن، هي احصائيه من المتحده. طبعاً. دراسه من المتحده. فمو نحن بس عم نتفاخر، الامم المتحده أكيد. عم تتفاخر بدون ما تدرى بهالموضوع. اكيد يمكن معلومات موثقه. بدي اقول لك انه اذا بدنا نقعد نتحدث نحن وياك ونسال ما بنخلص، بدنا ساعات يعني يطول الحديث معك، وجدا ممتع. هو مو بس حديث طبي، يعني هو ايضا خلينا نقول مثل نصائح نحن عم نقدمها لكل سيده. ان شاء الله يا رب هيك دائما الصحه ترافق جميع العالم. بنتشكر وجودك اللطيف معنا، بنتشكر المعلومات اللي قدمتها دكتور أكرم الأحمر. إن شاء الله دائما نكون هيك لنا لقاءات تانية بمواضيع تانية. نور صباحنا، نورة بوجودكم. شكرا مرة تانية دكتور، نتمنى كمان ترافقنا بحلقات. هلا هلا يا عيوني.